هذه ديدان صغيرة قد تحل مشكلة تؤرق العالم. كريس رينك وفريقه من جامعة كوينزلاند لاحظوا أن يرقات الخنفساء يمكن أن تأكل بوليسترين، أحد أكثر أنواع البلاستيك شيوعاً واستخداماً. إنه اكتشاف مثير للغاية بالنسبة لنا. عندما بدأنا التجربة لم نكن نعرف ما إذا كانت الديدان الخارقة تستطيع فعل ما نريدها أن تفعله، وهو هضم وتكسير البلاستيك. لذا فهذه نتيجة جيدة. من الجيد أيضا إظهار أن الأساليب التي نستخدمها صحيحة. نحن متحمسون للغاية ونريد بالتأكيد مواصلة هذا البحث إذا سمح التمويل بذلك. الديدان الخارقة تمزق البلاستيك أولا ثم تحلله. إنزيماتها المعوية تهضم البوليسترين دون أن يؤثر ذلك على صحتها. هذه الديدان تملك فما يمكنه أن يمزق البوليسترين ويأكله لتتغذى عليه البكتيريا، وما أظهرناه هو أن البكتيريا لديها إنزيمات مشفرة يمكنها أن تحلل البوليسترين. ما يحدث هو نوع من العلاقة التكافلية. الدودة أولا تمزق البوليسترين إلى أجزاء أصغر، ليأتي دور الإنزيمات لتحللها. هندسة إنزيمات كتلك التي تملكها اليرقات هدف طويل المدى يسعى إليه الفريق لمعالجة النفايات البلاستيكية في محطات إعادة التدوير. فما يؤرق البشر هو وجبة شهية ليرقات الخنفساء.